بالنسبة لي طبعاً نشأت في قرية الدير، ولدت في قرية الدير، تربيت في نفس المنطقة، ترعرعت فيها، نشأت في يعني بالمناسبة يعني أنا كنت والدي طبعاً أول مدرس في مدرسة الدير، المدرس الأول مدرس طلع مدرسة الدير، وربيت وترعرعت ونشأت وخدمت المنطقة من ما كنت يعني من أنا يوم شاب. انخرط في العمل الاجتماعي والعمل الثقافي والعمل الرياضي الى ما يعني الى يومك هذا. احنا يعني 8 اشخاص بين الاخوان وبين البنات. ترتيبك بينهم؟ ترتيبي الثالث انا طبعا. وكيف كانت تربيه الوالد؟ هل كانت فيها شده؟ شوف يعني تربيه الوالد كانت تعرف مدرسين اول شديدين ويربون صح، يعني يعلمنا على الاحترام. أول شيء تحترم الصغير قبل الكبير، وعلمنا شلون مبدأ الحياة، يعني تعلمنا من الكثير. الآن قاعدين نحاول إن إحنا التربية اللي أخذناها من الوالد نزرعها في أولادنا. تعرف الآن اختلفت الحياة من السابق إلى الآن، يعني قلت الاحترام وعدم الاحترام الكبير. إحنا لا، إحنا تعلمنا إن نحترم الصغير قبل الكبير. الكبير طبعا يكون مع احترام خاص ويكون على راس، بس لحد الان هذا ماشي عندنا والحمد لله، يعني مشينا على الخط وقاعدين نزرعه في ابنائنا واجيالنا ان شاء الله السابقين. هذه لان سنه حميده يعني تعلمناها، تعرف عن مدرسين الاولين ومدرس الجيل السابقين، يعني حتى مع ابنائي يكون شديد، تربيه صحيحه ما يقبل الغلط في اي جانب. فالحمد لله هذا اخذناها ويعني ونشرف بهذه التربيه. طبعا الوالده طبعا يعني متعلمه وبعد كانت شويه شديده في التربيه. كانت ايضا مدرسه؟ لا مو مدرسه، بس يعني ربت بيت والحمد لله، يعني لا زالت يعني الوالد الله يرحمه توفى، ولا زالت الوالده حاليا هي لامتنا، يعني بيت العيله نلتم فيه دائما ونزورها ومعتنين فيها طبعا. نفس ما ربتنا واحنا صغار الان قاعدين نعتني فيها ونحاول نعيد لها الحنان والحياه والوقت اللي اعطتنا اياه، الحين نحاول ان نعوضها. ابتدائي على مدرسه ماهيج، الثانوي الى ثاني ثانوي في الهدايه، والتوجيهي في مدرسه المنامه الثانويه التجاري. اي وبعد التخرج طبعا حاولت ان اروح الجامعه، فشجعني والدي ان اروح. طبعا كان قال لي اذا ما تدرسيني راح اوديك الهند، فما قبلت. وانا من النوع اللي كنت احب الرياضه قبل، وكنت يعني موجود في المجتمع هذا، ف يعني حتى قال لي اول جامعه فما قبلت. عقب توظفت في الجمارك، وبعدها دشيت يعني دورات ودشيت حتى دشيت الجامعه وما وصلت امانه، وبقيت في الجمارك من سنه 86 حتى 2011. الى 85 يعني كان مشرف لعبه كره الطاوله اللي هو واحد اولاد عمي الله يرحمه سعد النبي، توفى في حادث، وبعدها هذه اللعبه خلاص توقفت كره الطاوله. اتجهت الى كره القدم ولعبت كره القدم في النادي واستمرت وياهم الى 93 كنت العب. دشيت مجلس إدارة نادي الدير سنة 86 وأنا كنت صغير، يعني كان عمري 18-19 سنة ذاك الوقت، وكنت عضو مجلس إدارة من 86 حتى 2013 26 سنة. خلال هذه الفترة طلعت سنة واحدة في اللي هي سنة 1999، وعقب صار شنو صار عملية الدمج، يعني بتكون عملية الدمج، فاحنا ما وافقنا على عملية دمج النادي الدير مع نادي الحالة، فجينا جمع عمومية واتفقنا ان نرفض الدمج، والحمد لله ان رفض يعني عملية الدمج رفضها الجمع العمومية، ورجع النادي كما كان. عقب تم تعيين رئيس، وبعد هذه الفترة يعني كانت عندنا ارض في البحر، لما صارت عملية الدمج قالوا لنا المؤسسة خلاص هذه الأرض راحت عليكم، وأنا ما أيس طبعا، قمت وتحركت وبمجهود مع أخواني مع مجلس الإدارة ورجعنا الأرض، والحمد لله يعني سوينا لنا ملعب يد، وعقب سوينا فيها ملحق، وعقب ما دشيت أنا مجلس النواب اشتغلت على أن نسوي فيها ملحق، استغفر الله صالة، والحين فيها صالة رياضية،
فيها مبنى إداري مسورة. فوق هذا بنيت سويت مشروع تجاري بالنادي في 25 محل تجاري، والحين شغالين يدخلون على النادي طبعا إيراد. وبعدها خلاص إلى 2013، يعني أنا الحمد لله في سنة موسم 2010 و 2011 نادي الدير حقق بطولة الدوري والكاس لمستوى الدرجة الأولى كرة اليد، وهذا أفضل إنجاز أنا حققته أو نادي الدير حققه في أيامي على مستوى كرة اليد بشكل عام مثل الإجراء، وبقى هذا الإنجاز الوحيد اللي أفضل إنجاز موجود. أنا ما أخفى عليك أنا لما كنت من الجمارك إلى المجلس النواب يعني كنت حتى عن أسرتي مشغول، يعني طول وقتي كنت يعني كنت أول في الجمارك أجي من الشغل أروح النادي على طول، يعني أطلع من الصباح أدش البيت في الليل، فحتى أسرتي ما كان عندهم الوقت الكافي إن أقعد معهم. الحين طبعا عوضهم شوية، طبعا حلو الأولاد كبرى وما شاء الله وإن إحنا أحفاد صرنا، فقلنا شوية نقعد ياهم نعطيهم شوية وقت. النادي أحيانا أروح يعني أمر عليهم كل بين فترة لأنه قريب ومتواصل مع الإدارات واللاعبين، هذا متواصل، بس ما قاعد أعطي يعني الوقت السابق. تعرف أنا لما بادش في العمل يا أما أني ألتزم يعني أعطيه حقه يا أما أبتعد، فمبتعد لأنه ما بقدر الحين يعني حتى النادي قالوا لي أرجع، قلت لهم ما بقدر أرجع الفترة هذه لأن ما راح يعني أكون ملتزم نفس السابق. عندي بنتين ولد، البنات كبار طبعا والولد الحين في ثاني ثانوي، فإن شاء الله أهله على ما نخلص المدرسة ويروح الجامعة، بعدها نشوف إن شاء الله يا أما نخلي معانا هني يمسك الشغل أو نشوف بعدين وظيفة. الحمد لله بديت العمل أول شيء بعد التخرج، تخدمت وتوفرت عن الجمارك. يعني طبعا الجمارك بقول لي عن قبل عن الحين كان جدا متعب. أول ما توظفت إن كان أول ما توظفت كانوا موظفين كبار في السن، يعني أشعر كأني قاعد يعني ويا في عمر أبوي كانوا، فاحتووني. تعرف شغلة الجمارك متشعبة وفيها أمور كثيرة، يعني فيها إنك تشيك البضائع وفواتير وأسعار وجدا متشعبة، فتعلمت منهم الكثير، وفيها شغلات محاسبية وفيها يعني كل الأمور. الجمارك صخلتني شغلة الجمارك بالنسبة لأنكم موجود مجتمع، يعني وظيفتي في الجمارك صخلتني جدا، أعطتني أمور يعني معلومات وفتحت لي أمور كثيرة، واستمرت فيها حوالي 26 سنة. الأمور اللي فتحتها لك شنو؟ أيوة مثلا أنت اليوم ساعات يجي أول شيء إن شلون تتعامل مع الناس، تتعامل مع الناس مباشرة ومع المخلصين مع التجار مع بضائع. أنت في البداية يجيك بضاعة تأخذها على أوراق وتطبقها، هل تتأكد إن هل هذه الفواتير صح؟ هل مطابقها مع البضاعة؟ ساعات تقول لا، مثلا أنت عندك نوع من الشك فيها إن هذه الفواتير مو صحيحة، العدد مو صحيح، دائما تكون تشغال يعني الفكر عندك شغال. وكم ساعات يجي أول شيء إن شلون تتعامل مع الناس، تتعامل مع الناس مباشرة ومع المخلصين مع التجار مع بضائع. أنت في البداية يجيك بضاعة تأخذها على أوراق وتطبقها، هل تتأكد إن هل هذه الفواتير صح؟ هل مطابقها مع البضاعة؟ ساعات تقول لا، مثلاً أنت عندك نوع من الشك فيها إن هذه الفواتير مو صحيحة، العدد مو صحيح، دائما تكون تشغال يعني الفكر عندك شغال. وكان العمل يعني حوالي كل يوم تمر عليك 300 400 بضاعة 500 بضاعة، فكان العمل مستمر وكان ممتع أمانة، يعني كل كان دائما ممتع، وكان كل شيء مانوال يعني كل شيء يدوي وأوراق. احنا طبعا تختلف كل شيء بالبرنامج السيستم. المواقف اللي لقيناها طبعا احيانا يصير يعني صار يوم واحد موظفين اثنين احنا نقول شنو صار بينهم خلاف يعني او صار تضارب ما بينهم، فوقفت انا بينهم يعني واحد ضرب ثاني، قمت انا وقفتهم يعني ما بينهم ومسكته. انا ما دريت ان الموظف انشقله هني، يعني انشقله هني وعقب ما شلت الموظف ولا ثيابي كلها دم، يعني كلها دم. زين احنا شد ولا مسكت الا هني مفتوح لوجهه. زين قمت وطلعت انا عقب ما طلعت الا كل العالم يقول هذا الشيء من ضارب منه.
هذه نقطة. في ساعات بيجيك بعض المسافرين يجيك هو مثلا واحد من واحد المواقف ان احد المسافرين جايب ويا اشياء ممنوعة من المخدرات، فقام شالها من البضاعة وحطها في ملف، هي قام فتح الملف يبغى يقطه في يبغى يتخلص منه في درام الزبالة يعني، واكتشفناه. يعني امور واجد مرت علينا وبعضها تتذكرها وبعضها تقول لا يعني ما احتاج، بس يعني متعة من قبل انك تحب انك تروح تداوم، العمل متعة، الموظفين كانوا مختلفين، الناس كانت يعني طيبة على نياتها، يعني احنا نقول كل واحد شيء الثاني، ما كانت نفس الحين ما موجود الالتزامات والتشديد وهذا. طبعا كل فتره لها وقتها. الحين ساعات لما نقعد احنا كموظفين نلتقي نتذكر ذيك الايام الحلوه. اذا الدافع اللي خلاك تدخل الانتخابات؟ شوف اول شيء الدافع انه طبعا انا كنت موجود في المنطقه، العمل يعني التطوعي كان فتره طويله في الدير، وهناك ناس مشجعوني قال لي عن عباس انت ليش خدمت المنطقه وتشتغل وعارفينك وهذا والامور طيبه. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه هذا حق دستوري، يعني اليوم كل مواطن من حقه انه يترشح، لا احد يستطيع من احد انه يدش يرشح روحه مجلس النواب او المسؤول، لان انت تمارس حقك الدستوري. هذا الشغله الثانيه. فانا شفت ان انا عندي القدره وعندي الامكانيات وعندي الخدمات اللي تاهلني وعندي العلاقات وخادم من قبل في المجتمع، وهم فوق هذا حق الدستوري موجود، فتقدمت. ف 2011 طبعا دشيت وعقب التكميليه، والحمد لله مشينا في التكميليه، و 2014 صار بين انتخابات وفزت في الجوله الثانيه. لما دشينا التكميليه كانت اللجان موزعه، فاحنا دشينا النواب التكميليين فكان في نقص في اللجان وزعونا. اول سنه يعني اول دور لي شفت اللجنه ممتعه، فيها التعليم، فيها الصحه، فيها الثقافه، فيها العمل، فيها متشعبه يعني كلش فيها، شفت هاللجنه ممتعه. ثاني سنه يعني صارت فيها انتخابات رؤساء اللجان، فقلت له جماعة أنا ممكن أن أمسكها. كان يعني أول سنة كان طبعا عادل العسوم رئيس اللجنة أول ما دشيت. أنت تعرف لما يعني من الدش تشتغل عادل العسوم رئيس لجنة شخص متمكن يعني وشيل اللجنة. لما جيت الدور الثاني قالت له عادل ممكن أن أدش على رئاسة، قال بالعكس. بس قلت له عاد أبغى شغلة واحدة، قلت له أبغي أن تدعمني في الموضوع، يعني أنت خبرة هالشكل وتساندني. كان احمد ملا معد رئيس، احمد ملا كان نائب ما كان رئيس، بس كان في التشريعيه. قال عباس امسك اللجنه واي شيء محتاجه احنا موجودين هناك. بالحمد لله مسكته وشجعوني. عقب خلاص مسكت اللجنه ثلاث سنوات في التكميليه واربع سنوات من 2014 18 سنتين قصدك التكميليه؟ سنتين في التكميليه وعقب اربع فصل كامل عندي لجنه خدمات، فتمكنت منها. نشوف طبعا هو كل دور يصير تنسيق بين اللجان، ان مثلا النجه الماليه بنعطيها ياخذها كذا فلان، التشريعيه كذا. احنا كان في الخدمات كان هو متفق ان استمر فيها. كان هناك بعض يعني بعض الاراء ان لا نغير، وهي فيها طبعا اللجان فيها حسبه معينه وفيها امور معينه لازم واحد يتبعها، توازنات فيها توازنات معينه ايضا. احنا ذاك الوقت كنا مجتمعين فوق مكتب يعني عدد من 19 نواب مجتمعين في مكتب النائب الاول كان وقتها الاعرادي، ننسق انه بندش على ذي اللجنه بندش على ذي اللجنه ومتفقين. بعض النواب قالوا لا احنا ما نبغى اتفاق، نبغي نغير على كيفنا. وطبعا كانوا حتى التوازنات ما كانوا يبغونها يعني الموجوده في المجلس، لا احنا ما لنا شغل ولازم هاي التوازنات نضربها عرض الحائط، ما على كيفهم، لازم فلان رئيس لازم كذا. نزلنا ولا اللجان صاير انتخابات ودشوا معرف، قلنا له ما انتم شلون تنتخبون احنا قاعدين فوق وصارت ربكه. عقب قالوا لا بس بنعيد انتخابات اللجنه، اللجان نعيدها انتخابات. ودشيت انا وطلبت احنا يعني فتره اللي كنا داشين، شوف اول شيء كان في
في 2011 طبعا كنا تعرف كانت احداث البحرين الى 2015 تقريبا، وانا كنت في دائره تعرفها ما يحتاج يعني دائره فيها مشاكل على طول فيها تقريبا نحاول ما تشعب فيها. اشتغلت طبعا ومشينا بعض الامور اللي قدرنا عليه انه في الدائره طبعا حاولنا نطلع بعض الخدمات كان اللي هو المشاريع الاسكانيه. انا جيت على اخر مشروع موجود اللي هو توزيع البيوت وبعض الاراضي حاولنا ان نخلصها طبعا خلصت والاراضي اللي كانت موجوده كنت مع باسم حمر ووزعوها. طبعا التوظيف اللي يعني حاولنا نوظف مجموعه وبعضهم توفقوا وبعض ما توفقوا. بعض الخدمات الشخصيه يعني انت احيانا تقدم انت كونك نائب بعض المواطنين يجونك في خدمات شخصيه طبعا مو بس دائرتك انت تقريبا من البحرين كلها يجونك هالخدمات. فقدمنا الحمد لله قدرنا على خدمنا احنا في دائره الان يعني دائره الدرس المهج ما تقدر حتى يعني قدمنا حق مشاريع اسكانيه قدمنا حق مدارس. المنطقه ما قاعده حاليا خلاص مغلقه ما في توسع الان قاعدين يقدمون شويه البحر. فاعتقد طالبنا بمشاريع اسكانيه طالبنا بتوسعات الارخاء الاسكانيه ما كان في مجال ذاك الوقت. الحين تم طبعا ردم شوي البحر فاعتقد في قطع حاليا بتخصص الاسكان هذا اللي كان موجود. سعينا الى الساحل الساحل موجود بس حتى الان ما في ميزانيه واللي قدرنا عليه سويناه بس كنا خدمات الناس ونحاول تسهيل امورهم والتوظيف وبعض المساعدات. اما اشياء ثانيه ما كان موجود يعني المنطقه تسويها. وطبعا كنت انا اول ما دشيت كان العضو البلدي ما كان موجود حكم السخن الوفاق. تميت اول سنتين اشتغل كعضو نائب وكبلدي عقبها جاء البلدي وكمل يعني شال عني شوي الضغط مال العمل البلدي. يعني انت بدايه 2011 تكميليه الناس كانت يعني تسعى الى مقاطعات انتخابات ولا يعني ان تخلي الدوائر ما حد يرشح فيها وهذا طلع علنا يعني فصار ضغط في ناس صادتهم ضغوطات ان لما ترشح صادوا ضغوطات يعني حتى انا صارتني ضغوطات يعني امانه انسحب وكذا وتهديدات مو بس ضغوطات يعني وصلني وشفت انا يعني تعرضت الى يعني البيت يعني اكثر من مره محاولة حرق البيت ومانيتوفا هذا فصارت ضغوطات وتهديد بس انا استمريت. يعني اذا انا اليوم البلد ما في وضع اذا انا ما وقفت مع البلد وفلان ما وقف مع البلد من بيوقف مع البلد؟ وهذا الكرسي لازم بيجي واحد بملية يعني هذا كرسي الدائرة اذا انا ما جيت بيجي واحد. فذاك الوقت كنا احنا نبغى نوقف في البلد ولازم الدائرة في واحد يمثلها. فقاومت الضغوطات قاومت كل الامور هذه التهديدات ودشيت ورغم هذا يعني استمر معي يعني مو بس التكمليه حتى 2014 و15 اذا الموضوع عانيت منه امانه يعني الى ما طلعت من المجلس فانا تحت التهديد تحت محاوله انتقام تحت هذا. فطول فتره ما كنت في المجلس كنت يعني الى درجه ان احيانا يعني اذا اسافر الى مهمه رسميه يعني الزوجه والاولاد يروحون بيت ابوها طول ما انا مسافر حكم اننا تم الهجوم على البيت اكثر من مره بالمانيتوف وهذا وتم حادث يعني امارات عديده. فكنت اذا اسافر في مهمه رسميه يعني زوجتي والاولاد تروح بيت ابوها طول ما انا يعني مسافر هناك تعيش. فهاي يعني عاشت هالضغوطات طول فتره ما أنا بس كنت انت تخدم البلاد وتخدم الشعب. انا ما علي من هالضغوطات في ناس بعد في الدائره يبغون انك تخدمهم وتواصلهم وياك. انت لو انا يعني خلعت الضغوطات والتهديدات المنطقه في النهايه هي اللي بتخسر الناس اللي في الدائره هم اللي بيخسرون البحرين. فاحنا الحمد لله قدمنا للبحرين قدمنا للشعب قدمنا للدائره طول ما احنا موجودين يعني بامانه اللي قدرنا عليه بامانه قدمناه وتحملنا التهديد وتحملنا كل شيء. في النهايه الان يعني عقب ما هدات الامور الناس تجي تقول لك والله زين سويت وقفت يانا وقفت يا فلان فلتان هذا. فالناس طبعا ناس مختلفه ناس تقول لك لا وتهددك وناس تقول لك بالعكس ويتواصلون وياك. وكنت احصل يعني وقتها وقت ما كان التهديد وهذا كنت احصل دعم وحصل تشجيع من هذا الدائره يتصلون فينا ترى احنا وياك واقفين وياك ونرفض هاي الاشياء كلها اللي صارت وانت استمر واشياء. يعني حتى في بعض الناس قدموا لي اذا محتاج اشياء ترى احنا موجودين.
انت كنائب المفروض انه عندك يعني لازم تعرف انه في عندك حد اعلى وحد ادنى. انا بغيت تميت 2018 كان صارتني واجد ضغوطات، صارتني يعني تعرف حياتي شويه كانت يعني ما كانت تمشي كما كان، فحبيت ابتعد شويه عن هالضغوطات وحبيت انه بعد يجربون. يعني كان 2018 الناس كانت بترشح، يعني ما الضغوطات اللي عليها والتهديد اللي عليها كانت خايفه، وشفت انا مجموعه يعني لا باس فيها بتقدم لمجلس النواب، فقلت بالعكس خلني اترك له المجال، خلني لما يدش اي نائب مستعد يعني اتعاون معاه، ولا زال يعني الاخ هشام وموجودين حتى العضو البلدي اتواصل اياهم اذا في اي وجهه نظر انقلها لهم في اي تعاون. لان تشوف انت اليوم تشوف الكرسي هذا اللي مجلس النواب يستحيل يدوم لك، انت اليوم موجود، احنا كان قبلنا في نواب جينا احنا مشينا بعد الموجودين بيمشون. فانت يعني انا حبيت امشي في وقت قدمت ما لدي، ما حبيت اقعد الى وقت ان الناس يجي تقول لك انت خلاص يعني المفروض انك تمشي وما قدمت فقلت خلني امشي الى هالمرحله اللي قدمت انا مقتنع فيها، وكنت ابغى بعد اتفرغ بشكل يعني من جهه ثانيه اشوف عملي الخاص واستمر فيه، لان تعرف عمل خاص بيتم معي الى طول حياتي، مستقبلي ومستقبل عيالي ومستقبل هذا. فمن طلعت من 2018 مسكت عملي الخاص وقاعد اشتغل فيه والحمد لله، يعني وعندي تواصل مع النواب السابقين والحاليين، يعني اللي اشوفه ان نتمنى احنا في اليوم يعني في البحرين ان نصل الى يوم نشوف المواطنين يعني حقوقهم محفوظه. الان طبعا وضع البلد اقتصادي صعب، يعني احنا كنا في المجلس وكنا نشوف محتاجين لتكاتف الجميع، محتاجين الى بعد ان تكون الطرح الموجود يتناسب مع امكانيات الدوله، ونتمنى ان مثلا الحكومه بشكل عام ياتي اليوم اللي يعني احنا ما نبغى دائما نوصل لجيب المواطن، نبتعد عن جيب المواطن حتى لو بكون هناك اي اصلاحات اي للاقتصاد يكون جيب يعني مواطن، خلينا نحاول قدر الامكان نكون بعيد. احنا اليوم موجودين في الشغل في العمل الخاص نحس بما يعني احيانا تدفع بعض الشغلات تحس فيها، يعني تحس ان هذه المبالغ اللي بتنخذ منك ليست بالقليل. فالمواطن اليوم لما نجي نوصل الى ناخذ من راتبه او نزيد على بعض الخصومات بتاثر عليه طبعا على مستوى عائلته. نتمنى احنا البحرين ان ترجع الى قبل 2011 2010 الامور طيبه، الحياه الكريمه للمواطن، يعني تعود كل الامتيازات هذه حق المواطن، وهذا اعتقد مو هم انا كمواطن حتى هم الحكومه هم يعني حتى جلاله الملك دائما لما نقول نتمنى ان نوصل، نتمنى ان نقدم، نتمنى هذا بس هذا اللي نتمنى نشوفه، ان البحرين المواطن ترجع لكل امتيازات كما كانت. والحمد لله اعتقد ان المستقبل يحتاج الى تكاتف كل الجميع ويقدم بعض التنازلات، وهذا اللي نبغي يعني، ونتمنى نشوف اجيالنا تعيش في حياه سعيده وكريمه وهذا.